يعني رغم الجهود اللي اعتبذلها بلدية الموصل مشكورة طبعا بنصب الحواجز اللي على الرصيف والجسور، يعني لو تلاحظ الآن ورانا وأمامنا جسور المشاد خففت كثير من الزخم، لكن أيضا بصراحة تهور السواق السبب الرئيسي بهذا الموضوع. المفروض يعني اليوم الموصل أصبحت مكتظة بسبب الأمان الحمد لله والشكر والعالم تطلع، لكنه مع الأسف تهور السواق وعدم الالتزام بالسرعة المحددة، وضروري نصب الكاميرات نشوف باربيل ودوك الكاميرات صراحة لها دور كبير بهذا الموضوع. حتما وضع المطبات، نصب الكاميرات، التنبيه السواق، يعني هاي اكيد كلها تاثر في تقليل من الحوادث. والله الحوادث كاميرات ماكو، مطبات قليله، وشويه سرعه اذا يمشون السواق، وشويه كاميرات لو يخلون مطبات بهذا الشارع يعني شويه العالم تخفف من السرعه. النجاة من غادي يعني لو ظل على سرعته هنا السيارات يدعمله ستة سبعة يقتلهم، بس عفية علي طلع على الرصيف، طلع على الرصيف وما أذى العالم، يعني هذا كم فقص يمه البريك. هي تغل هذا كل الحوادث ما تصير، هذه كاميرات مطبات يعني شوية تخف هاي الحوادث. على طول تصير حوادث والسرعة زايدة وكاميرات ماكو يعني وفرد نوب، يعني هاي تمسكوا مثلا صغيره وهاي ما عنده لا اجازه سوق ولا شيء. لو كان اكو وضع كاميرات كان مو هاي الحوادث تصير وقله الاصابات، يعني يوميا نسمع حوادث يوميا، هاي الكارثه كلش قويه وحيل. صحيح كان تاذى وكان بيها صار قتل وبيها كان بيها وفاه وناس تاذى، يعني منك السياج متاذي، وهاي قله الوعي وقله الانتباه، يعني كل الامور، يعني لازم السائق من السوق يتوعى وينتبه على الطريق اللي قدامه اللي وراه. هسه نحن عندنا ظاهره، الظاهره صار وهي شنو؟ اللي يسوق ما ينتبه، اللي يعلق له يمين اشاره ما ينتبه.